جاهزين يا شباب؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. في بعض الأسئلة يعني مكتوبة على ما سبق، سؤال على الانقلابات الدموية بشكل عام. يعني احنا اتكلمنا على الانقلاب العباسي على الدولة الأموية، واننا لا نؤيد هذا السلوك اللي هو في إراقة دماء وإحداث فتنة، وبالتالي هذا بينسحب على كل الانقلابات اللي في تاريخ المسلمين، سواء التاريخ القديم أو التاريخ الحديث المعاصر الذي نعيشه الآن. أي محاولة لحل مشاكل المسلمين بينهم وبين بعضهم البعض باستخدام السلاح، هذه تؤدي إلى فتن هائلة وهي غير مقبولة شرعا. وإذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل المقتول في النار. هذا للتغليظ، يعني التغليظ، التفكير في رفع السلاح في وجه الأخ المسلم لكي تحل قضية من القضايا. حتى جعل صلى الله عليه وسلم أن تشير إلى أخيك بالسلاح إشارة، بالسلاح هذه منهي عنها شرعا، لا نشير أصلا، لأن السلاح زي ما يعني أشرت في البداية، وأنت تريد به الإرهاب أو التخويف دون إحداث الأمر، الله أعلم نتيجة الإشارة ده هيكون إيه. وبالتالي فإحنا ضد كل ما يحدث من صراعات دموية بين المسلمين وبعضهم البعض. وكان بيسأل على تحضير دكتوراه في التاريخ الإسلامي، ويستشير في الموضوع الأكثر إلحاحاً في نظري لتغطيته، وإن أعطيت أكثر من بديل يكون أفضل. هي أنا أتمنى أننا نغطي بشكل جيد السيرة النبوية والخلافة الراشدة، والخلافة الراشدة التي أقصدها هي 30 سنة كما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم. والثلاثين سنة هذه تشمل زمن الصديق وعمر وعثمان وعلي والحسن رضي الله عنهم جميعا، الخمسة. فدي 30 سنة. فالفترة ديت وإن كتبت فيها كتابات كثيرة، إلا أنها تحتاج إلى دراسة معاصرة وإسقاط على الواقع الذي نعيشه. الذي كتب في السيرة النبوية من 100 سنة أو 500 سنة أو 1000 سنة كان يناسب ظروف معينة كتبت فيها هذه السيرة. الآن بنحتاج إلى توثيق وتحليل وإعادة عرض للسيرة النبوية والخلافة الراشدة، وهذه أكثر المناطق إلحاحا، لأنها تشريع عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. أنا لا أعض بالنواجذ على شيء لا أعرفه، فلا بد من معرفتي والدراسة وافية. وإلى الآن يعني أنا بكتب الآن، أو كنت أكتب الآن قبل يعني كم شهر، في السيرة النبوية ككتاب. انتوا عارفين ليه مجموعة أشرطة على محاضرات صوتية على السيرة النبوية، لكن الآن أكتبها كتاب. وفي هذا الكتاب، شوف احنا بنكتب في القرن الخامس عشر الهجري، والله في أكثر من اكتشاف جديد، وده شيء ممكن يكون غريب ان انا اقول اكتشافات جديدة في السيرة النبوية. في اكتشافات جديدة، وفي احصائيات جديدة، وفي اسقاطات جديدة، وفي تحليلات قد يستغربها كثير من الناس.
وده باب مفتوح لكل العلماء والدعاء والباحثين انهم يلجوه ويستخرجوا منه العبر والعظات، وهو فيه فائدة كبيرة. فديت يعني توصيتي، وان كانت محطات التاريخ الاسلامي التي تحتاج الى دراسة كبيرة للغاية. كمان ممكن اغطي ان ارشح له موضوع تاني، وهو موضوع الحضارة الاسلامية، لان دايما لما بنيجي نفكر في التاريخ الاسلامي بنفكر فيه من منطلق سياسي فقط، سياسي وعسكري. اقول تاريخ المسلمين ايه المشهور عند الناس؟ تذكر لي، وعايز تذكر امجاد تذكر حطين وعين جالوت وبلاد كرد وفتح الاندلس وفتح كذا كذا، ما بنذكر التاريخ الحضاري. كان عندي سلسله من المحاضرات في لوس انجلوس من حوالي اسبوعين كده عن اثر الايمان في الحركه العلميه في الحضاره الاسلاميه، في غايه الاهميه هذا الموضوع، ان ازاي الايمان اثر على العلماء المسلمين حتى في علوم الحياه، الطب والهندسه والفلك والكيمياء. المؤمن بالله واليوم الاخر له تطبيق مختلف عن غيره لهذه العلوم، فده جانب ضخم يحتاج الى دراسه واستيعاب. مواطن الخير، مواطن الاوقاف في الحضاره الاسلاميه، مواطن العلم في الحضارة الإسلامية، مواطن الحياة الاجتماعية في الحضارة الإسلامية، زي ما هنشوف في الصقلية كده في جوانب كتيرة مش متغطية محتاجة دراسة عشان أعرف إن الأمة دي فعلا كما وصفت كنتم خير أمة أخرجت للناس. لن تفهم هذه الآية إلا إذا استوعبت التاريخ الإسلامي من شتى جوانبه، لكن لو مسكت فقط التاريخ السياسي والعسكري هتجد عندك عدم فهم للآية، لأنك بتشوف واقع فيه أزمات كثيرة، وربنا سبحانه وتعالى يقول كنتم خير أمة أخرجت للناس. لماذا؟ لأنه اطلع على الصورة كاملة. الصورة كاملة، نعم هذه خير أمة أخرجت للناس بإنتاجها الغزير في كل الجوانب. نرجع لموضوعنا، نتكلم على الأغالبة. من هم الأغالبة؟ الأغالبة هم السلسلة التي جاءت من إبراهيم ابن الأغلب. وإيه اللي خلى إبراهيم بن الأغلب يظهر في التاريخ؟ إبراهيم بن الأغلب كان أحد القادة الموجودين في تونس في القرن الثاني الهجري، الثمانينيات من القرن الثاني الهجري، سنة 180-181 هجرية. قامت فتنة في تونس بعد الثورات. مين اللي بيحكم تونس في ذلك الوقت؟ الدولة العباسية. نقول الدولة العباسية قامت سنة 132، فسنة 180-182 يعني بعد 50 سنة من قيام الدولة العباسية أو 60 سنة من قيام الدولة العباسية، كانت هناك ثورات متكررة في بلاد العالم الإسلامي. قلنا انفصلت المغرب وانفصلت الأندلس وانفصل غرب الجزائر وانفصل وسط الجزائر وانفصلت عمان وانفصلت أجزاء من اليمن وانفصلت أجزاء من الشرق. كل شوية إيه؟ يحدث انفصال. دلوقتي حصل فتنة في القيروان في سنة 180-181-182، كان بيحكم المسلمين ساعتها هارون الرشيد، هارون الرشيد الخليفة العباسي المشهور، وهو طبعا كان راجل صالح، يعني كان كما يذكر يحج عاما ويجاهد عاما، كان ليه يعني أيادي بيضاء كثيرة، وكان يستمع للعلماء لكن في هذا الزمن اللي احنا قلنا توجه الدولة كان السيطرة، وما كانش القدرة كبيرة على السيطرة على كل بلاد العالم الإسلامي. حصلت فتنة ورا فتنة ورا فتنة، في ناس استقلت زي ما قلنا، والآن تونس على أبواب الاستقلال عن الدولة العباسية. فحصلت فتنة فيها الثورة، ظهر إبراهيم بن الأغلب. وإبراهيم بن الأغلب حصل نوع من الدعم للجيش العباسي اللي موجود في تونس منه وهو وعيلته، فاستطاع هارون الرشيد ان يعيد الامور مره اخرى للدوله العباسيه، لكن على شفا حفره، يعني باعتماده على ابراهيم ابن الاغلب في هذا الامر. ابراهيم ابن الاغلب كان عنده هو طموحاته الخاصه، وهو كان راجل برضو يوصف بالعلم وبالتقوى وبالورع، يعني راجل مواشي، راجل من الأشرار، يعني راجل من الصالحين برضو، لكن ليه أجندته الخاصة، عايز برضو إنه يكون ليه هو
سيطرته على البلد دون أن يكون يعني تابعا لغيره، يريد أن يؤسس ملكا خاصا به. تونس والمغرب والجزائر وليبيا كمان، كل من أول ليبيا لحد المغرب كل المنطقة دي كانت زمان تسمى أفريقية على بعضها. ولو خصصت أكثر تقول تونس هي أفريقية، لكن كان بيطلق على شمال أفريقيا كله ده أفريقية، بيخرجوا مصر منها، مصر كانت ولاية خاصة لوحديها. لما كل اللي جاي بقى من ليبيا وانت راجع لحد الآخر ده كان اسمه شمال أفريقيا أو أفريقية. هذه المنطقة كانت تعتمد على الإعانات المقدمة من الدولة، الدولة الأموية أو الدولة العباسية، فكانت بتبعت لها الدولة العباسية في زمن هارون الرشيد 100,000 دينار سنوياً إعانة من خزينة الدولة الرئيسية لهذه المناطق، وكانوا بياخدوا 100,000 دولار من مصر. مصر كانت تنفق على كل شمال أفريقيا. خراج من مصر كان ضخم من زمان، من أيام عمر بن الخطاب، هي مصر اللي فكت المجاعة بتاعت عام الرمادة، إنتاج فيها غزير والقمح كثير وفي يعني زراعة، فالإنتاج اللي بيخرج منها كان بيصرف على عدد كبير من الولايات الإسلامية. كان من ضمن هذه الولايات ولايات شمال أفريقيا كلها من أول ليبيا لحد المغرب كانوا بياخدوا 100,000 سنويا من مصر، وطبعا من مصر اللي هي تابعة للخلافة العباسية في ذلك الوقت. إبراهيم بن الأغلب قدم عرض لهارون الرشيد، قال له والله أنا ممكن ما أخدش 100,000 ديت، مش عايزها، بل سأعطيك 40,000 من ميزانية تونس، ميزانية شمال أفريقيا للدولة العباسية، فهوفر عليك 100,000 وهحط لك عليهم 40,000 دينار، دينار ذهب، في نظير أن تعطيني ولاية شمال أفريقيا لي ولأبنائي من بعدي. هيكون في توريث هنا مش للدولة العباسية، توريث للأغالبة. وهارون الرشيد بعد ما خد الطرح استشار أصحابه فأملوا عليه بقبول هذا الطرح فقبل. سنة 184 هجرية وبذلك تأسست دولة الأغالبة. أنا بقول إن هذا القبول قبول يعني غير جيد، ما كانش المفروض يقبل هذا الموضوع، لكن يبدو أنه قبله عن ضعف، يعني ما عنده القدرة العسكرية أنه يمنع إبراهيم بن الأغلب من الاستقلال بالدولة، وخاصة أن في تجارب سابقة، الأدارسة استقلوا بالمغرب، الدولة الصفرية استقلوا بمغرب الجزائر، الأباضية استقلوا بعمان في يعني في جنوب الجزيرة العربية، ففي تجارب سابقة ان ده ممكن يحصل. فقال لك والله يكون بيننا رابط احسن ما يكون ايه مستقل بعيد عني، لان ادارسه لما استقلوا ما كانش ليهم اي علاقه بالدوله العباسيه خلاص، والدوله الامويه لما استقلت عبد الرحمن الداخل بالاندلس ما كانش ليه اي علاقه بالدوله العباسيه خلاص، دي دوله مستقله بذاتها ما ليها علاقه. انما الابراهيم بن الاغلب بهذا الطلب هو سيدعو للخليفة العباسي على منابر الجمعة وسيعطيه من خراج الدولة، وفي المضمون أو في الشكل الخارجي هو يدين بالولاء للدولة العباسية، لكن هذا أقوله كده بيني وبينكم هذا ولاء ظاهري. تعتبر تونس والجزائر وليبيا في ذلك الوقت استقلوا استقلال كامل عن الدولة العباسية، انفصلت، بيدوا مبلغ من المال كل سنة للدولة العباسية، لكن ليس للدولة العباسية كلمة لا من قريب ولا من بعيد على هذه البلاد. وهذا يأثر على قصتنا بعد كده، لأن لما نيجي بعد كده نحتاج لدعم مش هيجي، مش هنذكر اسم الدولة العباسية مطلقا خلاص، الأغالبة شالوا هذه القضية وهم اللي صاروا في وجه أعداء الأمة في هذا الجانب. إبراهيم بن الأغلب هيتولى الحكم زي ما انتم شايفين كده من سنة 184 هجرية لسنة 196 هجرية، بعدين يجي ابنه عبد الله ابن إبراهيم ابن الأغلب، هياخد من 196 ل 201 خمس سنين، وبعدين يجي ابنه الثاني زيادة الله ابن إبراهيم ابن الأغلب
يتولى من 201 ل 223 22 سنة. هذا الأخير زيادة الله ابن إبراهيم بن الأغلب هو الذي فتحت في عهده صقلية. تمام كده؟ يبقى الصقلية فتحت في زمن الأغالبة، والأغالبة ظاهريا يتبعون الخلافة العباسية لكنهم مستقلون عن الخلافة العباسية، ليس لهم الرباط مع الخلافة العباسية غير الدعاء للخليفة العباسي على المنابر في يوم الجمعة بس، ما في أي نوع من التواصل. حتى هذا الرقم المادي الذي كان يدفع انقطع بعد فترة وخلاص، لأن الدولة العباسية نفسها ما عادش عندها القدرة على طلب هذه الأموال بعد هارون الرشيد جه الأمين والمأمون والمعتصم، وبعد كده إيه ضعفت بقى الدولة العباسية تماما، ما كانش عندها القدرة. ظهرت طبعا في مصر الدولة الطولونية ثم الإخشيدية، يعني بدأت تتفكك الدولة العباسية بقوة. فزيادة الله ابن إبراهيم هو الذي تمت في عهده فتح الصقلية، وهو رجل خلط عملا صالحا وآخر سيئا، يعني عسى الله أن يعفو عنه. هو الرجل يعني له محاسن وله يعني بعض المواقف الطيبة، وله كذلك مساوئ، يعني ما تستقيم أن تكون في حاكم مسلم يعني، فهو رجل يعني وسط. الصقلية أثناء قيام الدولة العباسية بقى، احنا قلنا محاولات فتح الصقلية أثناء الدولة الأموية كانت 8، منهم 2 مشكوك في امرهم، فاقول 6 مضمون انهم حاولوا، وفي محاوله واحده في اول عهد الدوله العباسيه وبعد كده انقطعت المحاولات. من سنه بقى 135 لاخر محاوله من محاولات المسلمين لفتح الصقلية الى عهد زياده الله ابن ابراهيم ابن الاغلب، بنتكلم على 50 سنه، من 132 لحد 200 او اكتر من 70 سنه 80 سنه. ساعتها الصقلية قاعدين ساكتين، دولة بيزنطية مش ساكتة، دولة بيزنطية في هذا الوقت أنشأت عدة حصون في الصقلية وفي جنوب إيطاليا، لأن الدولة البيزنطية رأت أن المسلمين يحاولون فتح الصقلية مرة واثنين وثلاثة وثمانية وتسعة، حاولوا فتح الصقلية، فانتبهت الدولة البيزنطية إلى هذه الخطورة. أيام الدولة الأموية ما كانتش قادرة تعمل هذه الحصون لأن الضغط مستمر عليها كل شوية، لكن لما مسكت الدولة العباسية وصارت الفتن داخلية في أمة الإسلامية وحربنا وبأسنا بيننا شديد، انتبهوا هم لهذا الموضوع، فبدأوا يعملوا حصون، فحصنوا في هذه 70 سنة صقلية في أكثر من منطقة، وحصنوا جنوب إيطاليا كل ده تابع ليهم، بل وصارت حروب من طرفهم على ساحل شمال أفريقيا. ومن أكثر المناطق اللي تعرضت للضغط البيزنطي في هذه الفترة طرابلس في ليبيا، طرابلس الغرب، وبلد اسمها المنستير في تونس. ولذلك حتى الولاء بدأوا ينشئوا حصون في هذه المناطق لصد الهجمات البيزنطية. فكانت اليد العليا في هذه الفترة 70-80 سنة دولت من قيام الدولة العباسية إلى هذا الزمن كانت للدولة البيزنطية على الدولة الإسلامية، وزي ما قلنا الوضع صار أصعب بكتير من قبل ذلك. ده زي ما قلنا اضطرينا ننشئ حصون ما أنشئت إلا للهجمات البيزنطية الشديدة على المسلمين في ذلك الوقت. الصقلية البيزنطية اللي كانت موجودة في الزمن ده كان وضعها إيه؟ الناس اللي عايشة هناك، الشعب الصقلي، معظم الشعب كان من الفلاحين، فلاحين بيسموهم الكولونيين، كولونس يعني فلاح مرتبط بالأرض، اللي هو أجير عند الإقطاعي، هو مش رقيق إنما هو أجير مربوط بالأرض بيتباع مع الأرض، الأرض كلها لو راحت الإقطاعي تاني بيروح بالفلاحين اللي فيها يعني. فكان معظم الشعب من الفلاحين، كان ضرائب باهظة جدا من الدولة البيزنطية على الشعب الصقلي، وكانت الصقلية تعتبر منفى للمذنبين والمجرمين والعساكر المتمردين، لأن في أقصى مكان من الدولة البيزنطية وجزيرة في البحر، فكان سهل السيطرة على من يذهب إلى هناك، فكانت منفى.
وفي نفس الوقت كانت الخرافة تحكم حياة الناس، وده لم يكن خاصا بالصقلية فقط، إنما كان خاصا بكل أوروبا في ذلك الوقت. الناحية العلمية كانت ضعيفة للغاية في أوروبا، والخرافة كانت بتحكم حياة الناس والأوهام والأباطيل. الكلام ده على فكرة مش كلامنا احنا، لأن احنا ما عصرناش هذه الفترة، ما عشناش في صقلية في زمن الدولة البيزنطية. دخلنا فتحنا وبعد كده بدأنا نشوف الوضع، لكن الوضع أيام الدولة البيزنطية يحكيه الإيطالي أماري. مش الأماري ده من أكتر أو هو يعتبر العمدة الذي ترجع إليه كل المصادر التي تؤرخ تاريخ صقلية. كاتب كتاب اسمه تاريخ صقلية، اسمه ميشيل أماري، وهو إيطالي طبعا، وهو اللي منه يستمد معظم من كتب عن الصقلية المصادر. فبيقول في الكتاب بتاعه: لم يكن المجتمع الصقلي في ظل الدولة البيزنطية مجتمعا سعيدا ناهضا. وهنشوف بعد كده شهاداته لما دخل المسلمون إلى الصقلية، وهو إلى حد كبير منصف، يعني له رؤية متوازنة ميشيل أماري في كتاباته. طيب بيزنطة اللي هي بتسيطر على صقلية وجنوب جنوب إيطاليا، علاقتها كانت إيه بالأغالبة اللي ظهروا سنة 184؟ إحنا صقلية اتفتحت، الفتح 212، بدأ 212 هجرية. في هذه السنوات من 184 ل 212، إيه العلاقة اللي كانت بينهم؟ كان في صدامات عسكرية محدودة. محدودة يعني ما كانش فيه قتالات شديدة، وكان فيه معاهدات متجددة. كل شوية يجي امبراطور بيزنطي يعاهد امير الاغالبة، خلي بالك بيعاهد امير الاغالبة مش الخليفة العباسي. والمعاهدات بين الاغالبة وبين بيزنطة كانت بين دولتين مستقلتين. ممكن يكون الاغالبة في هدنة مع البيزنطيين، وتكون الدولة العباسية هناك بتحارب قسطنطينية في الشرق. ده بيدعم أكتر ما قلناه من أن الدولة دولة الأغالبة استقلت استقلالا كاملا عن الدولة العباسية، ودي طبعا مشكلة. الحاجة الثالثة اللي هنقولها في موضوع العلاقة بين دولة بيزنطة ودولة الأغالبة، أن في زمن زيادة الله ابن إبراهيم ابن الأغلب كان في هدنة ما بين الدولة البيزنطية وما بين دولة الأغالبة. هذه ثابتة ان كان في هدنة، يعني الاثنين قعدوا مع بعض اتفقوا الا يكون بينهم قتال لمدة 10 سنوات. تمام؟ يبقى ده ايه؟ ده الوضع اللي هو كان سنة 212. 212 هجرية هناك هدنة بين الدولة البيزنطية والدولة او دولة الأغالبة. ثم تمرد فيمي. مين فيمي؟ فيمي ده اللي هو إيفيميوس، في المصادر العربية تلاقيه مكتوب اسمه فيمي. ده قائد الأسطول البيزنطي في صقلية. تمرد على مين؟ تمرد على الإمبراطور البيزنطي لمشاكل حصلت ما بينه وما بين والي صقلية من قبل بيزنطة كان اسمه قسطنطين. حصل صراع مع قسطنطين البيزنطي التابع للإمبراطور البيزنطي، وكان نتيجة الصراع إعدام قسطنطين، واستقل فيمي بالولاية بولاية صقلية. فصار حاكم صقلية إيفيميوس ده أو فيمي، وهو مستقل عن الإمبراطورية البيزنطية. طبعا الكلام ده ما عجبش الإمبراطور البيزنطي، على طول راح بعت له أسطول. الأسطول ده هزم فيمي. فيمي هرب، ما تمسكش، هرب على فين؟ هرب على الأغالبة. لا يفتح عليك، هرب على الأغالبة. عارف ان في مشاكل ما بين الأغالبة وبين البيزنطيين قديمة، وان في هدنة بين الطرفين، وان اقرب البلاد الى صقلية هي تونس الأغالبة، وان الأغالبة عندهم جيش لا بأس به، وان الصقلية بعيدة عن الدولة البيزنطية اخر حاجة فيها وجزيرة. كل ده اداله الطموحات ان هو يستقل بالصقلية لحسابه بمساعدة مين؟ الاغالبة. فراح لجأ الى الاغالبة وقال لهم الوضع كذا كذا وعايزين مساعدتكم في فتح صقلية.
تمام. احنا بقالنا محاولات كتيرة جدا بنحاول نفتح الصقلية ومش نافع، مش صح، ما فيش 9 محاولات. طيب الراجل جه عرض هذا العرض، ايه رأيكم بقى؟ نقبل. ايه رأيكم؟ انا هفتح الساحة للحوار. ها؟ تساعدوا ولا ما تساعدوش؟ فرصة ذهبية. لك رأي كنت عايز ترفع ايديك تقول؟ تقدر تقول زي مع طارق بن زياد لما دخل. والله برافو عليك، انت بتجيب شبه مهم. هو كتير جدا من العلماء بيربطوا بين هذا الموقف وبين موقف طارق بن زياد عندما عرض عليه يوليان بتاع اسبانيا اللي عرض عليه المساعدة. ايه رأيكم؟ يعني ناخد الفرصة وتوكل على الله نروح نفتح ان شاء الله خير. هي كانت مشكلة فقهية، انا قلنا مشكلة فقهية اجتمع فيها فقهاء الزمن. اسد بن الفرات وابو محرز الكناني وسحنون ابن قادم. ووقفت وقلت ابن قادم وعملت صباعي كده عشان ما يختلطش اسمه مع سحنون ابن سعيد المشهور. تقول لك عارف سحنون ابن سعيد ولا عارف سحنون ابن قادم؟ شيخ الملك سحنون ابن سعيد طبعا صاحب مدونة من اشهر علماء الملكيه، بس مش ده، ده سحنون ابن قادم ما حدش كتير يعرفه، اسمه مش متداول يعني، بس كان موجود ساعتها في ذلك الزمن من علماء تونس. سحنون ابن سعيد من علماء المغرب. فالثلاثه قعدوا مع بعض، اسد ابن الفرات ابن سنان شيخ الملكيه في تونس، وابو محرز الكناني كان القاضي في تونس في القيروان، وكان اسد بن فرات هو كمان القاضي. ودي تعتبر المره الوحيده اللي بيتولى رئاسه القضاء اثنين في تونس، وده كان عامل نوع من المشاكل ما بين اسد بن فرات وابو محرز الكناني، كان بينهم ملاحاه، كان بينهم مشاكل، لكن الحمد لله هذه المشاكل كما تقول الكتب لم تجعلهم يعني ايه يعني يقعوا في بعضهم وقوع خاطئ في الشريعة، إنما كان دايما على خلاف بينهما وبين بعضهم البعض في الآراء الفقهية. فقعد أسد بن الفرات وأبو محرز الكناني وسحنون يدرسوا الموقف. فيمي وهو جاي، فيميوس ده يعني ذكي، هو عارف إن في عند إنه كلامه ده هيحدث مشكلة عند المسلمين. محدش فيكم علق على المشكلة دي؟ كلكم بتقولوا نتوكل على الله ونفتح نفتح نفتح. مش احنا عندنا عهد لسه بقول في هدنة؟ انا عندي هدنة 10 سنين، انا جات لي فرصة او واخد الهدنة حاططها ورا ظهري ومتوكل على الله فاتح فبزلاي وحدهم على سوا يعني. فانا عندي هنا مشكلة. ففيمي لما جاء حب يحط الوضع بشكل مقبول شرعا. فيمي دارس الشريعة على فكرة، بيدرس والله ادرسه عشان يعرف يكلمك بلغتك فيقول لك، وده برضه بناخده من التاريخ. الراجل اللي قال لهم ايه؟ قال لهم على فكره الامبراطور بيزنطة عنده اسارى مسلمين في سجون صقليه، وهذا مناقض للهدنه. على فكره ان الاتفاق الهدنه كان على الا يحتفظ البيزنطيون باسير مسلم ولا يحتفظ المسلمون باسير بيزنطي. يعني هنضطر نفضي كل السجون من الأسرة وخلاص، احنا بقينا على صفحه بيضاء مده 10 سنوات بدون حروب، وبعد 10 سنين نتكلم. فهو فيمي جاي في نص ال 10 سنين دولت بيقول لهم لا، ده عندهم أسرة مسلمين. ف ولا يحل لهم في دينهم ان يعيدوا أسرة لكم، فمش هيرجعوهم. فانا عايز مساعده عشان وهم مخالفين العهد كده. أسد بن الفرات قال اتوكل على الله. أسد بن الفرات قال إن دي فرصة لأنهم خالفوا العهد. بعدين خالفوا العهد خلاص إحنا عندنا فرصة، ومش تتكرر تاني الفرصة دي بهذه العطاء معانا جيش فيمي، وفيمي عنده طموحات وهيساعدنا ويدلنا على الأماكن جوه
جوه الصقلية، وفي نفس الوقت نحقق الفتح الذي يعني عجزنا عنه في المحاولات الكثيرة السابقة. ده كان رأي أسد ابن الفرات، وتحمس للغاية لهذا الموضوع. يعني ما كانش رأيه رأي بيقدمه كده، لا ده مقدمه بكل ثقل، ما في تردد. أبو محرز الكناني قال له لا، إحنا ما ينبغي لنا أن نخون العهد أو نقطع العهد لكلام قاله فيمي، إنما نتثبت، ناخد فرصتنا نسأل ونشوف ونعرف. ثم كيف يا أسد تثق في كلام الرسل الذين جاءوا من بيزنطة؟ هم بيزنطيين هم، وهذا فيمي هذا بينه وبين إمبراطور بيزنطة مشكلة، فمبرر أنه يغدر ويكذب موجود. فأسد بن الفرات قال بالرسل عاهدناهم وبالرسل نقضنا العهد. يعني احنا يوم ما قعدنا معاهم ما قعدناش مع إمبراطور بيزنطة، احنا قعدنا مع الرسول برضو. فدلوقتي الرسول اللي قال لي قبل كده على حيثيات الموافقة أنا وافقت عليها، دلوقتي هو الرسول بيقول لي ان الحيثيات اختلفت، فخلاص انا قداميش الا الرسول. ده كلام اسد بن الفرات. سحنون ابن القادم قال كم المسافه بين اوروبا وصقليه؟ طبعا هو مفيش ساعتها الخرائط اللي عندنا والاطلاع والساتلايت، هو بيسال معلومه جغرافيه يعني. قالوا يذهب الرجل من صقلية إلى إيطاليا ويعود في اليوم مرتين وثلاثة. يعني صقلية لازقة في إيطاليا 2 كيلو فرق زي ما قلنا في أول المحاضرة. قال وكم بينها وبين تونس؟ قالوا مسيرة يوم وليلة. قال لو كنت طائرا ما وقعت عليها. أنا ما أغامر أن أروح لهذا المكان على هذه المعلومات. وهم مددهم قريب للغاية، مددهم من ايطاليا مسافه يعني 2 كيلو، وانا بيني وبينهم مسيره يوم وليله في البحر، ده مشوار بعيد. لو ذهب المسلمون وكانت في خديعه انقطع المسلمون. فده كان راي عسكري او سياسي، لكن غير مؤيد برضه لقضيه الفتح. حصل بينهم خلاف وجابوا زياده الله ابن ابراهيم الاغلب اللي هو الوالي اللي موجود ساعتها، قعد معاهم وقال لهم الوضع كذا كذا، فانتوا ايه رايكم؟ فكل واحد قال رايه بقوه. اسد بن الفرات احرج زياده الله ابن الاغلب، راح قال الجهاد في سبيل الله وهذه فرصه وانا اخرج بنفسي، ودعم الموضوع بمنتهى القوه انه يخرج. ف يعني زياده الله مال الى رايه ووافق على خروج هذه الحمله الى فتح الصقلية. وأسد بن الفرات قال له أنا أخرج في هذه الحملة. قال بل أنت أميرها. فولاه على إمارة الجيش الذي يذهب لفتح الصقلية. ساعتها أسد بن الفرات كان عنده 70 سنة. تلميذ ملك. تلميذ الملك. هو مش تلميذ ملك مباشرة. هو الإمام أسد بن الفرات ذهب ليتلقى العلم على يد إمام ملك، لا مات. ملحقوش. راح فين؟ راح مصر، اتعلم على ايدين القاسم او ابن القاسم. ابن القاسم هذا اعظم او من اعظم تلامذة الامام مالك. فلما راح اسد بن فرات مصر قعد مع ابن القاسم وابن وهب، الاثنين مصريين تلامذة مالك، اتعلم على ايديهم العلم وبدأ يسأل اسئلة كتيرة فقهية وهم يردوا عليه، ويكتب الردود بتاعتهم بتاعت ابن القاسم تحديدا في اسكندرية. ابن القاسم يكتب الإجابات بتاعته في كتاب عنده سمي بالأسدية. هذا الكتاب الأسدية هي إجابات ابن القاسم على أسئلة أسد بن الفرات في فقه الإمام مالك. بس أسد بن الفرات لم يكتفي بذلك، إنما ذهب العراق وتعلم على ايدين محمد بن الحسن الشيباني اللي هو احد اكبر تلميذين لابي حنيفه. فجمع بذلك التلميذ الثاني اسمه ايه لابو حنيفه؟ ابو يوسف. ابو يوسف مشهور.
فأبو يوسف ومحمد بن حسن الشيباني دول أكبر تلامذة الإمام أبي حنيفة. فتعلم أسد بن الفرات علم محمد بن الحسن الشيباني الحنفي، وتعلم علم القاسم المالكي أو ابن القاسم المالكي، ورجع إلى القيروان بعلم الحنفية مع المالكية، فكان متميز، وهو أحد الذين يعني علموا الفقه المالكي. مش هو اللي نشر الفقه المالكي في المغرب، اللي نشره سحنون في شمال أفريقيا، يعني اللي نشره سحنون، مش سحنون ده، سحنون ابن سعيد المغربي صاحب المدونة. وده لذلك قصة طويلة، ممكن لو في الأسئلة حد حب ياخد تفصيلات فيها، لأنها قصة مهمة ومؤثرة. يعني المهم ان هو أسد بن الفرات أفتى هذه الفتوى، والراجل حطه على رأس الجيش كمان، وخلاص هيخرج للجهاد يعني. وأبو محرز الكناني كان رافض هذا الموضوع. يقول العلماء أن أسد بن الفرات أوسع علما وأغزر فقها من أبي محرز الكناني، ولكن أبو محرز الكناني أكثر إصابة في الرأي في التاريخ بشكل عام، ولهم في ذلك قصص كثيرة. إن مع كثرة علم أسد بن الفرات إلا إن أبو محرز كان يصيب أكثر، ولعل هذا لشيء في قلبه رحمه الله، كان من الصالحين كذلك. شوف رأيي في هذه المسألة، على الأقل لم يعمل المسلمون بهاتين الآيتين في هذا الموقف الذي رأيناه. خلاص زيادة الله ابن إبراهيم بن الأغلب خد برأي أسد بن الفرات، وطالعين نفتح صقلية، على الأقل في آيتين ما اشتغلناش بيهم. الآية الأولانية، يا أيها الذين أمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، مش كده؟ يعني مفروض نتثبت، هل ترى فعلا في أسرة مسلمين موجودين هناك ولا لا؟ طب أسماهم إيه؟ طب هم منين؟ طب قبائلهم؟ ما نعرفش حد، ما في واحد مفقود من تونس في زمن زيادة الله عارفين إنه موجود في الصقلية رايحين ننقذه. فدي نقطة، إن ما تثبتناش من كلام فين أو إفيميوس. والآية الثانية، وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. يعني لو أنت خلاص ثبت عندك إن بيزنطة خالفت الهدنة أو المعاهدة، قل لهم أنتوا خالفتوا المعاهدة وأنا هحاربكم، فانبذ إليهم على سواء. وضح أن أنت نقضت أو أنت أنهيت معاهدتك معهم بالأسباب التالية عشان أكون أنا شرعي. أنا يا إخواني كمسلم ليا ضوابط تحكمني، حتى لو كانت لا تحكم هذه الضوابط غيرنا. غيري غدار أنا لا أغدر، غيري يقتل في الحروب يعني النساء والأطفال أنا لا أفعل. يعني أنا ليا ضوابط شريعة تحكمني، ما اقولش والله عشان هم وحشين فاضطريت اكون وحش انا كمان. فرايي ان هناك على الاقل مشكله شرعيه في فتح الصقليه، على الاقل. الكلام ده طبعا ممكن يكون صادم للاخوه اللي بيحضروا، انا ومتخيل وجاي يسمع فقط عن امجاد المسلمين، واحنا بنتكلم على تاريخ فيه سلبيات وفيه ايجابيات، وارى ان هذا الجانب جانب سلبي في فتح الصقلية. على الأقل هناك مشكلة فقهية، بمعنى أنها لم تحل حلا كاملا، في زي ما يقولوا كده ديبيت أو صراع فكري وفقهي بين العلماء. بقيت علماء شمال أفريقيا بيقولوا إيه في هذه القصة؟ شوف كلام أبو العرب. أبو العرب ده مؤرخ أفريقيا، يعني من أكتر الناس، وهو بعد زمن أسد بن الفرات وأبو محرز الكناني بقليل، حوالي 50-60 سنة 70 سنة، فمعاصر يعني سمع بودنه وشاف العلماء والفقهاء. يقول أبو العرب كره علماء إفريقيا غزوة صقلية لعهد كان لهم قديما إلا أسدا، أسد اللي هو أسد من مين؟ أسد بن الفرات.
قال الكلام ده في كتابين ليه، كتاب طبقات علماء افريقيا وكتاب طبقات علماء تونس. فديت النقطة الأولى. طيب لو حلينا المشكلة الفقهية وطلع رأي أسد إن الفرات هو الصحيح، يعني لو كان فعلا هناك بعض الإرهاصات التي لا نراها نحن الآن ما عندناش معلومات بيها بتقول إن فعلا في أسارة، لأن إحنا ممكن ما تكونش اتنقلت لنا كل معلومات الحدث، ويكون فعلا ذكر أسماء بعض الأسارة المسلمين الموجودين في الصقلية أو أثبت فيمي بدليل أو آخر وجود أسارة ولم ينقل إلينا هذا الأمر، فيكون في ساعتها تفسير شرعي للموضوع. قد يكون حتى لو كان، أليست هناك مشكلة سياسية عسكرية في هذا الفتح؟ في مشكلة سياسية عسكرية. أولا المعلومات بتاعتنا عن الصقلية نادرة وقديمة. فين آخر مرة واحد نزل الصقلية من المسلمين؟ سنة 135 آخر مسلم راح لصقلية سنة 135. شكلها إيه الصقلية دلوقتي بعد 80 سنة؟ اختلفت الأمور جدا، حصون كتيرة جدا اتعملت وأساطيل اتحطت وأوضاع اتغيرت، فالمعلومات بتاعتنا قليلة وقديمة. دي حاجة. الحاجة التانية الإعداد متسرع، فيمي جاي يقول لك يلا أنا لما بطلع لمعركة قريبة محتاج إعداد، ما بالك لو طالع في عمق البحر وجنب البر الإيطالي وبحارب الدولة البيزنطية، يعني بحارب أحد أقطاب العالم في ذلك الزمن، يعني دولة عظمى، فما ينفعش التسرع في الإعداد مع مثل هذه الحروب. الحاجة الثالثة الوضع الداخلي مضطرب جوة تونس ساعتها وقبلها بسنة واثنين وثلاثة في ثورات متكررة، وزي ما قلنا زيادة الله خلط عملا صالحا وآخر سيئا، ما كانش يعني الفاتح المجاهد الخالص، عنده مشاكل كتير. حتى في بعض الروايات برضو من المؤرخين الثقات بأنه كان يشرب الخمر، يعني كان فما هوش المتحرك بهذه الدوافع الكبيرة الإسلامية. وفي النهاية فيمي غير مضمون، هو مين إيفيميوس ده اللي احنا رايحين نعتمد على كتفه ونخش صقلية؟ فهذه إلى هذه يعني تديك خلفية إن العملية مش مدروسة بشكل جيد، لا شكل شرعي جيد مدروسة ولا شكل عسكري سياسي جيد مدروسة. غير كده قيادة أسد ابن الفرات هل تراها مناسبة؟ ايه رأيكم؟ أسد ابن الفرات راجل عظيم فقهيا وراجل عالم زي ما قلنا ما شاء الله، جمع الفقه المالكي مع الحنفي ورحلته في طلب العلم رائعة، وله من الأيادي البيضاء على المسلمين في تعليم المسلمين في تونس وشمال أفريقيا كثير. لكن هل تراه مناسبا أن يقود جيشا يخرج لفتح صقلية؟ ها؟ الكل لأ واللي في حد موافق؟ لأننا دايما على فكرة إحنا عاطفيين. تلاقي دايما في الدروس الفقيه المجاهد، صح؟ نتكلم على ان ده موقف عظيم جدا، ونشوف الفقهاء ازاي بيجاهدوا في سبيل الله، ونذكر الموضوع على سبيل المدح وكاني ادعمه، فلما ادعمه اكرره، صح كده؟ لما انا شكرت في قياده اسد بن الفرات بن سنان لجيش فتح الصقلية، معناه اذا اتى في زمان الان معركه الافضل ان تاتي بالشيخ فلان او الشيخ علان وتضعه على راس الجيش الذي يفتح هذه البدوة يحارب، وساعتها تحقق لك الفتح كما تحقق للمسلمين في صقلية. هكذا هكذا تؤخذ الأمور. هذه سطحية في التحليل، ولو مش مصدقني هتشوفوا ازاي الفتح تم. الفتح تم بصعوبة شديدة غير مبررة، يعني لأن أنا ما خدتش الأسباب الكافية. قيادة أسد في رأيي غير مناسبة مع كامل الإجلال والتوقير لمكانته العلمية. أولا ليس له خبرة عسكرية، أول مرة في حياته يخرج في جيش كانت هي المرة دي، عمره هو حياته كلها في العلم، جزا الله كل خير، راجل من طلبة العلم ثم من العلماء، هذا لا يقلل من شأني، مش عشان أنا عندي خالد بن الوليد أقلل من شأن أبي هريرة. أبو هريرة له دور
بيعمله في مكانه، وأبي بن كعب له دور بيعمله في مكانه، وزيد بن ثابت له دور بيعمله في مكانه، وخالد بن الوليد والقعقاع بن عمرو التميمي وقادة المسلمين العسكريين لهم أدوار يعملونها في مكانها. ده في العسكرية، ده في الحديث، ده في الفقه، ده في القضاء بين الناس، كل واحد بموهبته مش كده؟ فأسد بن الفرات ليس له خبرة عسكرية، أول مرة يمسك سيف في حياته كانت هي دي. جميل أن يخرج مع الجيش، وكان عمر بن الخطاب يخرج مع الجيش قضاة وفقهاء وعلماء، يخرج مع الجيش ينصح الجيش، يأمره، يدي خطبة في الجيش، يدعم الجيش معنويا وروحيا، يحل مشكلة فقهية وقع فيها الجيش، يقسم الغنائم بما يرضي الله عز وجل. يعني ليه أدوار يعملها الفقيه في الجيش، أما أن يقود الجيوش بحيث لو في موقف من المواقف خد قرار وخالفه العسكريون في الجيش يرجح قراره هو لأنه هو الأمير، هذه مسألة محتاجة دراسة، فليس له خبرة عسكرية. الحاجة التانية شيخ كبير 70 سنة، 70 سنة يعني يعني بدون خبرة في هذا المجال، عارف 70 سنة لو هو خبير ده نعمة بها ونعمة، لأن أنا مش بتكلم على السن كأنه هو ما عادش خلاص يقدر يقود، لا ده أنا عندي موسى ابن نصير فتح الأندلس وعنده 75 سنة، 75 سنة مش 70 سنة، ما فيش مشكلة. لكن شيخ كبير وخلاص هو يريد حسن الخواتيم في هذه المعركة ممكن ياخد قرارات بناء على هذه المعلومة بس، انه شيخ كبير وداخل في موقع الجهاد في سبيل الله، وفوق كل ده عنده حماسة، بس انا بقول حماسة فوق المطلوب، الحماسة لازم تكون مقدرة بالواقع الذي نعيشه يا اخوان. ساعات انت بتبقى عاطفي قوي قوي، نفسي ان شاء الله وان شاء الله خير انك تخش المعركة، انك تثبت في ارض كذا او كذا، انك وان شاء الله خير، لازم تتحسب. لما حسبتهاش الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخرج في الموقع لابس درعين، لو مقيم الموضوع ما ينفعش، ما ينفعش، معلش لو انا انتصرت في بدر ما شاء الله وعملت انجازات وجاي لي بعد كده في الاحزاب جيش مكه ب 10,000 وانا جوه المدينه كل اللي حيلتي 3,000 بالرجال والنساء والاطفال وهقف قدامهم هتنتهي المدينه، لا نعمل ايه؟ نعمل خندق. طب انا اطلع لهم واللي يموت مننا يبقى شهيد والكلام الجميل اللي احنا بنقوله العاطفي ده، طب وفين الدعوه بعد كده؟ راحت. فانا لازم انا اكون واقعي، ده التاريخ بيقول لنا كده، تاريخ الرسول عليه السلام، تاريخ الخلفاء الراشدين، تاريخ الفتوح الاسلاميه، خالد بن الوليد في مؤته، لسه كنا بنتكلم على مؤته من شويه، 3,000 مجاهد طالعين، وبعدين قدامنا اكتشفنا ان الجيش البيزنطي 200,000. قام خالد بن الوليد بعد ما قتل الثلاثه الاولانيين زيد وجعفر وعبد الله بن رواحه رضي الله عنهم جميعا، تولى قياده الجيش. عمل ايه خالد بن الوليد؟ انسحب بالجيش. ماذا قال العاطفيون لما انسحب خالد بن الوليد؟ الفرار الفرار، واقعد بقى اتكلم كلام تظن انه شرعي كتير، وازاي ومقاومة الظلم والوقوف امام الدولة البيزنطية وهؤلاء اعداء الدين وهؤلاء، وهذه قضية حق. قول يا عم زي ما تقول، هو خالد بن الوليد شايف ان الوقوف في مثل هذه المعركة مهلكة للمسلمين، ام واخدهم وراجع ومتحمل في ظهره كل كلمات العاطفيين؟ لما رجع المدينة المنورة والعاطفيون قابلوه بالحجارة والطوب والتراب في وشه، أيها الفرار يا فرار، العقلاني بقى صلى الله عليه وسلم الذي يزن الأمور بالشرع، قال بل هم الكرار إن شاء الله. هو ما فرش عشان جبان، هو فر عشان يعود في وضع أفضل يقدر يتحرك فيه، أما الآن هو درسها ما ينفعش ما ينفعش ما ينفعش، خلاص أنا أرجع. فحماسة أسد بن الفرات الزائدة خطيرة،
اندفاع ويلا نهاجم وفي سبيل الله وكله خير وان شاء الله ونشجع الناس وزين والله من نفسه قدام الجموع الشعبيه مش عارف يتكلم ماشي. هذه الحماسه خطيره. عمر بن الخطاب عنده موقفين سبحان الله عكس بعض مر بيهم في حياته. موقف الاول موقف جميل جدا، كان البراء بن مالك رضي الله عنه وارضاه من المجاهدين العظماء في تاريخ الأمة الإسلامية، مقبل على الجهاد بقوة ويتمنى في كل لحظة أنه هو يموت في سبيل الله. فسيدنا عمر بن الخطاب نصح الجيش الإسلامي وخارج معاه البراء بن مالك يقول له إيه؟ يقول له الجيش استعينوا به ولا تولوه. حماسه الزايده دي، ده ما شاء الله متحمس قوي، عايز يموت في سبيل الله النهارده، هياخد الجيش كله معاه يموت في سبيل الله النهارده. طب وبعدين واين بقى الجيش اللي كمل المعركه؟ فالحماسه الزايده خطيره. فقعد استعينوا به ولا تولوه، خلي يعني استفيد من شجاعته. لما راحوا اليمامه ولقوا حصن الموت، كان اسمه كده حصن الموت او حديقه الموت، لقوها مقفوله، المرتدين قعدوا جواه مسلم الكذاب واللي معاه وقفلوه عليهم، عايزين يفتحوا الباب من جوه مش عارفين يفتحوا الباب مقفول. عملوا ايه؟ رموا البراء بن مالك جوه الحصن يفتح لهم من جوه، رموه جوه 40,000 واحد. هو ما عنده مشكله لو قطعوه بالسيوف مات شهيد والحمد لله ومفيش مشكله، لكن لو هو قائد الجيش كان خد كل المسلمين ونط جوه الحديقه يلا يا جماعه وان شاء الله خير وعلى البركه، والجيش كله كان راح. محتاجين واحد يتولى القياده بعقل، يكون عنده نظره. مره ثانيه الموقف الثاني لعمر بن الخطاب كان عكس كده، وهو احد المواقف التي يعني الصحابه كانوا لهم راي مخالف لعمر، وانا اعتقد ان راي الصحابه كان افضل في هذه المساله، لان النتائج التاريخيه بعد كده اثبتت الكلام ده، اللي هو لما مات أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه واستنفر سيدنا عمر الجيوش للخروج لفارس، المثنى بن حارثة كان قائد المسلمين في فارس، جاي له يستنجد بيه ويقول له أنا معيش طاقة والفرس بيجهزوا قوات ضخمة. فسيدنا عمر بعد وفاة الصديق خرج يستنفر الناس لفارس بعد صلاة الفجر، بعد البيعة، بعد ما بويع بالإمامة بدأ يستنفر الناس، فرغب الناس في الجهاد. وطبعا اللي بيخطب مين؟ عمر، عمر رضي الله عنه وارضاه. فخطب في الناس خطبة عصماء وشجعهم للخروج إلى فارس للجهاد في سبيل الله، فلم يخرج أحد ولا واحد قام في المدينة المنورة. فطبعا صدم سيدنا عمر وقال يعني الوضع، وقال لعل الناس حزينه على ابي بكر الصديق لسه ميت من كام ساعه ومصيبه كبيره وفي رده كانت شغاله ودلوقتي يفتح فارس والروم يعني موضوع كبير. فخلاص بعد الظهر، بلاش بعد الفجر، بعد الظهر. بعد الظهر جه استنفر الناس بعد خطبه ثانيه ولا واحد. بعد العصر، بعد المغرب، بعد العشاء، عشان ما اطولش عليكم، 17 صلاه، 17 استنفار ولا يقوم احد. اخر مره بعد صلاه العصر في اليوم الرابع بعد 17 مره بكى سيدنا عمر بن الخطاب، قال لهم يا اخواني احفزكم بالجنه وتزهدون؟ انا بقول لكم انتوا هتروحوا تفتحوا حاجه ليا؟ لمصلحتكم انتوا الجنه. حتى قام المثنى بن حارثه يلوح بالدنيا. مثنى بن حارثة قال لهم يا اخواننا ده احنا هناك فتحنا البلاد وفي فلوس قد كده وفي اموال وفي غنايم اي حاجه تحرك الناس. بعد كل الفيلم الطويل ده قام واحد ابو عبيد بن مسعود الثقفي وقال انا لها يا عمر. واحد. وبعدها قام اثنين تانيين، الاثنين التانيين اللي قاموا ده سليط بن قيس وسعد بن عبيد بدريين. يا نهار ابيض، يعني كان في ناس من اهل بدر اعلى ما قامتش. فلما قام ابو عبيد الاول وهم قاموا بعديه
هيجهز بقى الان 1000 واحد بعدها. هو الناس كانت عايزه حد بس يبدا زي الفند ريزنج كده. ما تخافوش مش هنعمل فند ريزنج, ما تخافوش انا عارف ان القلوب بدات تدق اول ما هو فند ريزنج الناس ما تخافوش, ما الرحله الجايه ان شاء الله. ففند ريزنج تلاقي الناس كلها قاعده متلبشه كده ساكته باصه للراجل الفندريزر, يا عيني عمال يحنت ويقول ايات وحديث وهم قاعدين باصين له كده, ولكنهم تراهم ينظرون اليك وهم لا يبصرون. مفيش خالص لحد ما واحد يقول انا لها ايه انا هدفع بس بدايه الخير. تلاقي بقى السلسله ايه اشتغلت الحمد لله رب العالمين. فهو ابو عبيد قام قال كده, قام وراه اثنين بدريين وبعدين 1000 واحد. قام سيدنا عمر قال والله لأولينه عليهم, ابو عبيد بن مسعود الثقفي. ولم يكن هذا الراي مصيبا, ما كانش المفروض يوليه, لانه هو راجل برضو ابو عبيد بن مسعود الثقفي لما تيجي تدرس حياته راجل تقوى وورع وعلم, لكن ليس له باع في الامور العسكريه, وفي في الجيش من هو اولى منه 1000 مره بالولايه, حتى المثنى بن حارثه نفسه اللي واقف جنبيه. المثنى بن حارثه ده من كبار القاده, يعني ده عبقريه عسكريه حقيقيه, وطول عمره حتى قبل ان يسلم زعيم بني شيبان. فكان مفروض بس هو قدر الله مش رحنا انتصرنا في موقعه الثانيه والثالثه, موقعه الجسر خسرنا 4000 واحد في الموقعه من اصل 8000. الجيش كان من 8000 نصه فانيه بخطا عسكري فادح من ابي عبيد بن مسعود الثقفي. فالامور ما بتتاخدش بالعاطفه, الحماسه فوق المطلوب خطيره. ده اللي حصل, وخرج جيش المسلمين الساعه 5:50. واو اتاخرنا جدا يا جماعه, ده انا في دماغي ان انا هناخد 4:30 بريك عشان تتغدوا ترجعوا على العصر ان شاء الله الساعه 6 نرجع على البي تاني. فاتغديتوا ما شاء الله. انا هاخد كمان يعني عشان نكمل بس قرار الفتح ده وناخد بريك ان شاء الله ونرجع 6 و 6 كويس؟ ايوه نرجع 6 ان شاء الله نكمل باذن الله مع بعض عشان الموضوع نستوعبه, لان يعني لو ما كملناهوش النهارده مش هنعرف نكمله. صوت الفجر والله. طيب جزاك الله خير, انا سعيد ان انتوا متفاعلين مع فتح الكليه. ماذا لو كان قرار الفتح خاطئا؟ انا ليه عمال احادث وانكت في نفسي واقول يا رب كان صح ولا كان غلط, وعسكريا وسياسيا وفقهيا وشرعيا والقصص دي كلها؟ لان لو كان غلط هيفسر لي حاجات, هيفسر لي الصعوبات التي واجهناها في الفتح. هنشوف دلوقتي الفرق بين فتح الصقلية وفتح الأندلس. فهيفسر لي ان ارجع بقى اصل كان في مشكلة شرعية احتمال, واصل كان في مشكلة سياسية احتمال, وكان في مشكلة عسكرية احتمال, هيفسر لي. كمان هيفسر لي الفرق, ودي مهمة جدا يا اخوانا, ارجوكم ركزوا مع هذا المعنى. الفرق بين التضحية المقبولة والخسارة غير المقبولة. ما تقولش أنا حر في نفسي وأنا عايز أموت يا أخي في سبيل الله, أنت مالك؟ ما تقولش إن أنا يعني بدل إن شاء الله دولت نيتهم حلوة وخالصة من أهل الجنة فما فيش مشكلة. لا, هذه دعوة وهذا دين. الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة المكرمة اتقتل قدامه ياسر وسمية رضي الله عنهما, كل ما فعله لأبي جهل أنه قال أمامه صبرا على ياسر فإن موعدكم بالجنة, مع أن في عندي فرسان مسلمين موجودين في الزمن ده مسلمين, عندي الزبير بن العوام, عندي علي بن أبي طالب, عندي طلحة بن عبيد الله, يعني عندي أسماء, عندي أبو بكر الصديق, عندي أسماء كبيرة, مصعب بن عمير, كل دول كانوا مسلمين في الزمن ده. عندي عمار بن ياسر نفسه ابنهم, كان ممكن اي حد من دولت بالليل ولا بالنهار يغتال ابا جهل عادي, ايه المشكله؟ ابو جهل مش ماشي بحراسه في مكه, ما فكروش. القدره هنا غير موجوده, اذا القرار الشرعي هنا الا يحدث قتال, والذي يخالف هذا القرار الشرعي في ذلك الوقت اثم وان ضحى بنفسه.
وإن ضحى بنفسه. لأن الكلام ده حصل من بعض الصحابة الرغبة فيه وما حصلش التنفيذ. راح الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ما مات ناس وعذب آخرون، قالوا له يا رسول الله كنا أعزة. شوف الكلام الخطير، بيكلموا مين؟ بيكلموا الرسول صلى الله عليه وسلم. قالوا كنا أعزة قبل أن نسلم، فلما أسلمنا صرنا أذلة. فنزل قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. دوركم في المرحلة دي كده. مش معنى كده إقرار الظلم، ولأن إن الظلم ده طلع يعني شيء أفضل لحكم مكة في ذلك الوقت. لا، مش معناه كده. معناه أنت ليست عندك الطاقة، إذن أنت لست مطالبا بهذا الأمر في ذلك الوقت، بل مطالب بحفظ الشريعة وحفظ الدعوة وحفظ الأنفس والمسلمين إلى أن يتيسر للمسلمين فرصة أخرى. الله أعلم متى تأتي. يعني حتى الرسول صلى الله عليه وسلم ما كانش عارف إمتى هيجيله الأنصار وإمتى تقوم الدولة، مش عارف. ده هذا ليس وقته. فهذا يفسر الفرق بين التضحية المقبولة. مش معنى كده برضه نخش معركة بدون ضحايا. لا، في ضحايا وفي شهداء وفي كلمة حق عند سلطان الجار وكل كان ده موجود، بس بحجمه. ما تضحيش بالدعوة من أجل طموحاتك في الجنة، من أجل طموحاتك في الشهادة، من أجل طموحاتك في الثبات. ما تضحيش بالدعوة كلها ترجع وراك. هذه المعايير يا إخواننا محتاجة فقيه عقلاني بيحكم بقال الله قال الرسول، لا يتحرك بالعواطف. لأن في العواطف بس اللي قدامك كلهم يا سيدي كفار. ده بيعبد هوبل واللات والعزة، يعني ما فيش بعد كده كفر. أبو جهل والوليد بن المغيرة وعتبة بن ربيعة، يعني كفار كفار، ما عندوش يعني مشكلة في تكفيرهم. ومع ذلك القرار الشرعي بيبقى في غاية الأهمية، لأن الشريعة نور. قال الله قال الرسول، هذه نور. برضو هتفسر لي رؤية الدولة، دولة الأغالبة. أنت طالع تعمل إيه؟ أنت طالع لأن قال الله قال الرسول، ولا عندك أهداف أخرى؟ لأن لو عندي أهداف أخرى هتلاقي الفتح متعثر. لو هدفك الله ورسوله، يا الله شوف الفتوحات الإسلامية اللي حصل فيها، الفتوحات اللي حصلت في عهد الصحابة الكرام أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم وارضاهم. طبعا في عهد سيدنا علي توقفت الفتوح، الفتنة اللي حصلت. ثم في عهد الدولة الأموية رجعت الفتوح. الفتوحات والله يا إخواني معجزة حقيقية من المعجزات. زي بتتكلم كده على معجزة شروق الشمس في وقت معين وغروبها في وقت معين وحركة الأفلاك وحركة الجسم والكبد والطحال والعين والمعجزات، الآيات، الآيات التي زرعها الله عز وجل في كونه. الفتوح الإسلامية كانت من الآيات، من الآيات. وراجعوا بقى تاريخ الفتوح الإسلامية، لو موجود عندنا على الموقع على islamhistory.com، أو اقروها في الكتب، أو إن شاء الله ربنا يجمع بيننا ونتكلم على فتح الشام أو فتح الأندلس أو فتح فارس، أو وتشوفوا قد إيه الآيات كانت حقيقية. فرؤية الدولة هتفسر لك موضوع الفتح اللي جاي. وآخر حاجة، هذا يفسر السبب في قصر عمر الصقلية الإسلامية. ليه الإسلام لحد دلوقتي موجود في مصر؟ وليه موجود في الشام؟ وليه موجود في تونس والمغرب؟ وليه موجود في السودان؟ وليه موجود في اليمن؟ وليه موجود في اندونيسيا؟ وليه موجود ومش موجود في الصقلية؟ ليه عمر الصقلية قصر قوي كده؟ احنا بنتكلم على من سنة 212 لسنة 484، يعني 262 سنة. ده كل عمر الإسلام في صقلية. ليه خلص مبكرا بهذه الصورة؟ لعل في مشاكل في الأساس. فإذا كان الأساس ضعيفا كان البناء الذي فوقه ضعيفا. وده يفصل لنا حاجات كتير قوي ممكن نكون بنشوفها في وقتنا المعاصر. لما تلاقي إن العطاء الذي أعطي لك من الله عز وجل انقطع بسرعة. راجع الآية القرآنية الكريمة: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فدي قضية مهمة جدا وهتفصل لنا أشياء كثيرة جدا بمر بيها. الخطوات القادمة هي خطوات الفتح.
فهذه بقى تحتاج إلى تفصيل آخر. إن شاء الله نرجع الساعة 6 ولا 6 وشوية؟ ها؟ اللي عايز 6 يرفع إيديه، بس اللي هيرفع إيديه هيجي. ها؟ اللي عايز 6 وربع يرفع إيديه، اللي عايز 6 ونص يرفع إيديه. ما شاء الله. طب 6 إن شاء الله نرجع بإذن الله. عصر هنصلي 5:30. اللي عايز يصلي العصر معانا، اللي مسافر ويصلي العصر في أي وقت أو كان صلاه، يعني المهم 6 نبتدي إن شاء الله المحاضرة في هذه القاعة. جزاكم الله خيرا كثيرا. هنأجل الأسئلة للسيشن بتاعة الساعة 6 علشان نلحق نكسب وقت في الغداء دلوقتي. جزاكم الله خير. بعد ساعة. بعد ساعة.